مين؟ جوجي. فوت يا جوجي. كيفك حياتي؟ نيحة. ليه عينيكي هالقد زعلانين؟ نورة، بعدك بتوثقي بجوجي مثل لما كنت صغيرة؟ أكيد جوجي، أنت مثل بابا، ما في منكم بدنا. لكن خبريني شو في؟ ما خبرتك مام بعد؟ لا، عن شو؟ أنا كنت بعلقها بس بابا ما معه خبر فيها. إيه؟ هيدا أول مرة بتخبري أمك قبل ما تخبري بيك؟ إجمالاً بتعملي العكس؟ وبعدني وراح ضل، بس أمي عرفت ما بعرف كيف، ولما جيت لأخبر البابا صار شيء. شو؟ بعدين مين هيدا الشاب؟ رامي ارتاحي، معاون أول. مش هيك ما كنت قادرة دغري خبر بابا، بس هو أصلا كان دايما يقول لي إنه بخاف يجي لعندي لأنه بخاف إنه ما يتقبلوه أهلي. يعني أمك؟ إيه، بس باب كان قبله، كان تقبله على القليلة. حبيبتي، أنت بتعرفي إنك تتجوزي شخص مش من مستواكي يعني إنك تتخلي عن كل الراحة اللي معود عليها ولكل حياتك؟ ما بيهمني هالشي، الراحة المادية آخر همي، وأنت بتعرفي هالشي. هلا بتقولي هيك لأنك منك عايشتيها، بس وقت اللي بتشوفي إنه معاشه مش حق تنور ديك. آخر همي جوجي، آخر همي أنا، هول ما بيعنولي التفاصيل. لكن لشو زعلانة؟ وينه هلا؟ اختفى فجأة بين ليلة والتانية. كيف يعني اختفى؟ معقول؟ شو صار؟ كنا مقررين، هو قرر انه نحن نهرب سوا لانه هو ما كان عم يقبل يجي لعنا على البيت، وانا قبلت. بعدين شو؟ ليه سكتت نورا؟ وبعدين انك ما بتحكي. حبيبتي، شو ما قلتي لي ما راح يغير شيء بيني وبينك. بس جوجي، وعدينا انك ما بتقولي لحدا، بليز. وعد. بعت أرضي وعطيته المصاري لينظم سفرنا وجوازنا. تاني يوم اختفى. شو؟ لا لا لا، مش مثل ما أنت عم تتخيلي. رامي شخص كتير منيح، رامي شاب بحبني وبحبه كتير. هو منه هيك، بس أكيد صاير معه شيء. أكيد جوجي صدقيني، مش هيك أنا عم ضلني زعلانة، مش عم بقدر أحكي حدا.